انا عندك تحفرش. استنى ولا حركة، اطلع. بركتك يا شيخ خلف، بركتك يا شيخ خلف، بركتك. شوف تهدي في الزغنوط. يا احمد بيه، يا احمد بيه. 10 مليون بس ده اللي عرفت اجيبه. عندك مشتري تاني؟ لا لا لا، ده كده فله. انا كنت احلم. اهلا 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 يا باشا، شرفتنا. اهلا بيك يا عمر. عماد بيك قرشي شريكي. اهلا وسهلا يا عماد بيك. اهلا بيك، شرفنا. تفضل 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 يا عمده. تفضل تفضل يا عماد بيك. تفضل تفضل يا عمده. تفضل يا باشا. احب على يدك يا سيدنا. استغفر الله والنبي، اديني بس فرصه استبارك بيها. هاني بيه منتظر جنابك تحت. وشربات وشربات منتظر جنابك تحت. اتفضل اتفضل يا مولانا، اتفضل اتفضل يا سيد الناس. مفيش حاجه تاني كده شفتها جنب دول في الزرنوج نستبارك بيها بس والله. اهلا اهلا يا سيد الناس، اهلا. اتفضل يا سيد الناس. اتفضل يا سيد الناس، اتفضل. جدع اسمه هذا اللي تحت ده، جدع طماع حبتين. هو حب يلفلف علي، قلت له لا، مولانا ده متجوز بنته تاني. إذا ظهر حاجة كده قدامك في الزرنوج يبقى فضفض معايا. الناس دول يا جماعة كانوا فعلا مدهشين. أنا قربت أصدق خلاص إن هما فعلا كانوا جايين من الفضاء. والله عندك حق يا أستاذ. الشيخ خلف. أهلا يا مولانا. اتفضل يا سيدنا، اتفضل. سيدنا. أستغفر الله. أوجر. لا بقى، بعد اللي سمعته من عماد بيه، بجد بجد أنت مكشوف عنك الحجاب، ويا ريت يا ريت نشوف الفلوس. أجل. أه طبعا، نشوف الفلوس. بعد الشغل نتعرف على بعض. اهلا وسهلا. اقعد اقعد. تفضل يا مولانا. استني يا بنت، اوعى كده تسيبيني. هو فين؟ اطلعي اوضتك. ما تنجلهوش الا بامري. اطلعي. معلش يا سيدنا، هو النبي ما تزعل منها، دي لسه عيله صغيره مش فاهمه حاجه. اطلعي. حاضر، حقك علينا. يلا يا بنتي اطلعي. اهدى يا مولانا كده مال. طب المدام مراتك، امال مين الهانم؟ خد حاجتك وتوكل على الله. ارجع مطرحك واقعدي لحد ما تاخدي حقك. ليه مولانا اوفر كده؟ أنا في حياتي ما شفت مشايخ بالطريقة دي. هما مش بيقولوا كل شيخ له طريقة ولا إيه؟ تشربيها يا باشا. تشكر يا عمدة. وأشوف وشك بخير يا شيخ خلف. عماد بيه. خير؟ طهر فلوسك. عشان ربنا يديك خيرها ويزيع عنك شرها. طيب قول لي أعمل إيه واللي أنت هتقول عليه أنا هنفذه. خد اللي محتاجه والباقي اتكفل بيه تامه، فاصرف عليهم رعاهم لحد ما يشد عودهم. حاضر يا شيخ حاضر، وابقى ادعي لنا. انا ما عايزاش الفلوس دي، انا جيت عشان اشوفك انت يا سيد. ربنا يزيدك من عنده. الغنى غنى النفس. تفضل يا كده
وصلك المؤخر المجد. حسابنا كده اتقفل. مش هقول لك تاخد اللي محتاج، لاني مال قارون ما يملاش عينيك. سمعتني يا برعي؟ ارجعي بيتك. ليه؟ خليني جنبك يا سيد. انا ما قدراش على بعدك. انا ما بقتش عارفه ولا اكل ولا اشرب ولا نام ولا اصحى. انا عشقاك يا سيدنا، ما بقتش قادره على بعدك. قلت لك روحي. لو سبتني هرمي روحي في البحر اغطس ما جبتش. اعمل ايه بس عشان تحن علي؟ جرب كده هتلاقيني عسل قشطه. مش اللي اتجوزت هدي، اللي اتجوزت هدي خربانه مزقوفه. طب اتجوزني وطلقني ثاني يوم، اتجوزني يوم واحد ليله واحده بس، انام في حضنك ساعه كتير علي. يا بنت الناس قلت لي القدر مش في يدي، مكتوب علي افضل سابح في ملكوته. لا ارض تملكني ولا حيطان تقويني، ما عنديش غير قبري تقويني ومستني امره. بعد الشر عنك. ما الفالح بس تتجوز المحزه جدي. طب والختمه الشريفه؟ انا اعرف اتزوج والبس محزك كمان. جرب كده خلينا بات في حضنك ليله واحده بس ساعه. يا بنت الناس لما ربنا يريد هتلاقيني بدق على بابك. يلا يلا يا شربان. طب ارجي. لا اله الا الله. العذر مش في المخرج، مش في غازك نظامك، مش في فسادي في الأرض، مش في الحسن الناس. والأول برب الناس ملك الناس، إله الناس مش في وسوسة الناس، الذي يوسوس في صدور الناس. أنت مين؟ أنت مش خلف اللي أنا أعرف. أنت بقيت واحد تاني. بقيت واحد تاني كيه؟ ما عرفاش. حسيتيها كيف؟ ما عرفاش. ما حسيتش زي الأول. فيك حاجة اتغيرت. بقيت حد تاني معرفوش. أنت ما بقيتش سيدنا.